تنضم إلينا الآن ريتا خوري في رصد حول أبرز المواضيع المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجديد منصات الإنترنت. مرحبا ريتا. مرحبا ليال. من المغرب نبدأ. في المغرب صدمة على شبكات التواصل بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شبان بصدد الاعتداء جنسيا على فتاة في حافلة للنقل العام في الدار البيضاء. على شبكات التواصل لمحت هاشتاج خلوني ندوز مع رسم لفتاة وعيد تلمسها عشوائيا، خلوني ندوز أو دعوني أخرج، وقد تكون تلك هي الكلمة التي صرخت بها الفتاة أمام المعتدين. عليها تعليقات كثيرة طالت سائق الحافلة الذي قيل إنه لم يتدخل لينقذها من براسنهم. الناشطة فدوى الرجواني كتبت على فيسبوك، قالت: لم يعد ممكنا إقناع أصحاب نظرية التبرج هو السبب بلغة المنطق، حتى لو سقط لهم آلاف الأمثلة. اغتصاب سيدة في التسعين من عمرها، اغتصاب رضيعة عمرها ستة أشهر، ممارسة الجنس على حمارة، هم مقتنعون بحيوانيتهم وعجزهم عن التحول إلى إنسان متحكم في غرائزه، ربما يحتاجون لقلب الأدوار كأن تقوم مجموعة من النساء باغتصاب رجل فتى. جواد قال: اغتصاب جماعي لفتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء يسائلنا جميعا، يسائل قيمنا وتربيتنا، يسائل المدرسة العمومية والأسرة وكل مكونات المجتمع، كما يسائل المؤسسة الأمنية التي أشادت بها أعلى سلطة بالبلاد عندما تعلق الأمر بتكسير وتهشيم عظام متظاهرين سلميين. إسماعيل كتب: فيديو اغتصاب الفتاة داخل الحافلة بالدار البيضاء ليس غريبا، فالعديد من الفتيات الفقيرات اللواتي لا تتوفرن على الحماية من قبل أي جهة يمارس في حقهن قانون الغاب بمختلف الأحياء الشعبية التي تعرف نسبا عالية من الانحراف وتخضع لسلطة أسياد الشارع وأسياد الجريمة. يا مغاربة لقد بلغتم قمة البؤس. حسان حمل المسؤولية للأمهات من خلال نوع التربية التي تكرسها وتغرسها في ابنها الذكر. والمثير للإشمئزاز كانت المنشورات التي كتبتها نساء يبررن الواقع أيضا بحجة الملابس. في موضوع آخر، وفي أحدث تطورات اعتداء برشلونة، مقتل منفذ الاعتداء الذي كان متواريا على الأنظار على يد الشرطة بعد أن كان قد صدم بشاحنة حشدا من الناس في المدينة الإسبانية، موقعا أكثر من 13 قتيلا وأكثر من 100 جريح. هكذا قفز اسم المغرب يونس أبو يعقوب إلى لائحة المواضيع الأكثر تداولا على تويتر، وتداول بعض المغاربين ليال صورته مقتولا وكانت قد نشرتها صحيفة لاغاسيتا، فاشتعل جدل في التعليق بين مؤيدين لنشرها وبين معارضين. خبر جيد، كتب أدريان، على الأقل لن تتاح له فرصة تكرار فعلته الشنيعة. كما قرأنا تعليقا لنيريا يقول: مهما يكون من أمر لهذا الكائن أم. أيضا اللافت كان حساب الشرطة الكتالونية على تويتر الذي نقل تغريدا وبعدة لغات الخطوات التي كانت تقوم بها الشرطة، حيث قرأنا مثلا في تغريدة أن رجلا قتل في عملية للشرطة في سوبيرات غرب برشلونة والمشتبه به كان يحمل شيئا يشبه حزاما ناسفا. في تغريدة أخرى أخبر الحساب المتابعين عن استخدامهم لروبوت للمعاينة. في تغريدة ثالثة أعلن عن اسم القتيل، كما طلب في تغريدة أخرى من الناس نشر فقط المعلومات الرسمية. كثر تساءلوا عن أداء هذا الحساب في التغريد وأعطاء المعلومات تباعا، وآخرون رأوا أنه أمر جيد للحصول على معلومات من مصادر موثقة. هاشتاج كسوف 2017 كان في المركز الأول على تويتر، وهو أول كسوف كلي في الولايات المتحدة منذ 99 عاما، وعرف بالكسوف الأمريكي الكبير. تويتر كان قد خصص رمزا على صورة الكسوف يرافق الهاشتاج. فيضا من التغريدات، منها اخترت واحدة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، بدت فيها تنظر إلى السماء وتترقب معلنة عن بهجتها في مشاهدة الكسوف، معتبرة أنه تذكير عظيم بأن كل ظلمة هي مؤقتة. أما نجم الكسوف فكان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي. حساب كارل ريماركس على تويتر قال: تربع القمر أمام الشمس، وبطريقة ما تمكن دونالد ترامب من أن يكون هو العنوان الرئيسي للصحف. لا مفر، لا فكيك، لا هروب. ورغم التحذيرات الكثيرة وانتشار النظارات الخاصة لمراقبة الكسوف حماية للنظر، أو عندما ننظر في عين الكسوف يبدو أن أضرارا كثيرة تلحق بالعين، بدأ ترامب في واحدة من الصور الأكثر تداولا على تويتر
بدأ مع زوجته وابنه على شرفة البيت الأبيض يراقب الكسوف للحظة بدون نظارات، رغم الهتافات التي كانت تصله من هنا وهناك بضرورة وضعها وكل التعليمات القائلة بأن الأشعة هذه يمكنها أن تتسبب بضرر للبصر. المخرج الأمريكي مايكل مور، عاشق ترامب بين مزدوجين طبعا أنا أسخر، قال لك في كلام وضعه على لسان الرئيس: الإعلام المضلل الكاذب قال لا تنظروا إلى الكسوف من دون نظارات، إذن سأنظر إليه من دون نظارات. مغرد آخرون تمنوا أن ينتهي كسوف الشمس ليبدأ كسوف دونالد ترامب. الآن إلى جديد من فيسبوك. فيسبوك طورت في خاصية التحقق من السلامة سيفتي تشيك التي تتيح عادة لمستخدمي الشبكة طمأنة الأهل والأصدقاء على سلامتهم لدى حصول أحداث مأساوية. أصبحت هذه الخدمة متاحة للمستخدمين عبر زاوية مخصصة في القائمة الرئيسية للتفضيلات، أمر لم يكن يحدث في السابق. تايلور سويفت حذفت كل منشوراتها على شبكات التواصل فأصيب معجبوها بحالة من الذعر، ثم عادت وفتحتها بعد ساعات. حذفت المغنية الأمريكية التي يتابعها أكثر من 250 مليون معجب على صفحاتها في فيسبوك، إنستغرام وتويتر، حذفت كل منشوراتها. المعجبون الأشد ضراوة طبعا أصيبوا بانهيار عصبي واعتقدوا أن كل ذلك يأتي تمهيدا لإطلاق عمل جديد لها. أما المنشور الذي عادت به بعد ساعات فكان عبارة عن ذيل أفعى متحرك، وطبعا عادت التحليلات والتأويلات. أنا أصلا لا أعرف لماذا أتحدث عن عن هذا الموضوع، خليها تغني أحسن تايلور سويفت. مع تايلور سويفت نختم حلقة اليوم. شكرا لك ليال، شكرا للمستمعين، إلى اللقاء. باي، مرسي جوليان، تشاو، باي. ريتويت مع ريتا خوري.